بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة عرفة، بسم الله توكلنا على الله، يوم عرفة هنبدأ وهنتوكل على الله وربنا يتقبل منا يا رب. كل سنة وانتم طيبين وربنا يفتح علينا بكرة فتح كبير يا رب. يوم عرفة اليوم الغالي على الله، أحب أيام الدنيا إلى الله. تخيلوا احنا بكرة عرفة، تخيلوا احنا بكرة هندخل أعظم يوم من أيام الله. أنت حاسس، أنت مستشعرة، أنت فرحان، أنت متخيل الأمر. خمس أحاديث نبوية رائعة وغالية عن عطاء الله تبارك وتعالى يوم عرفة. خمس أحاديث نبوية النبي صلى الله عليه وسلم بيفرحنا فيها وبيعرفنا الخير اللي احنا مستنيينه بكرة عامل ازاي. يلا بينا نمسك حديث. الحديث الأولاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. الشمس ما شرقتش على يوم أحسن من كده في حياتك. الله يا رسول الله، ما شرقت الشمس ولا طلعت الشمس على يوم أفضل ليك في عمرك كله من يوم عرفة. هي الشمس بتطلع على إيه يا جماعة؟ بتطلع على مصانع، يعني الحاجات الحلوة اللي بتطلع عليها، مصانع ومزارع وبنوك واقتصاد، وناس بتتعلم وناس بتشتغل وناس بتتجوز وناس بتخلف وناس بتفرح وناس بتجيلها أخبار سعيدة وناس بتاخد فلوس خير. الشمس بتطلع على حاجات جميلة كتير. أبدا والله، بكرة أحسن يوم تطلع فيه شمس حياتك. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. أنت كان إيه أحلى يوم في حياتك؟ إيه أحلى يوم حصل في حياتك؟ يا ترى يوم ما اتجوزتي، ولا يوم ما خلفتي، ولا يوم ما نجحتي في الثانوية العامة، ولا يوم ما دخلت الكلية اللي بتحبها، ولا يوم إيه أحلى يوم في حياتك؟ ولا واحد من دول. بكرة أحسن يوم في حياتك. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. ما طلعتش الشمس على يوم أحلى من يوم عرفة. مش هتحصل ان الشمس تطلع في حياتك على، انت متخيله فاضل 6 ساعات يعني مع شروق شمس عرفه. مبروك. انا بحب كل يوم، احنا بكره اول لقاء لينا، احنا بكره عندنا 3 مواعيد مع بعض. اللقاء الاولاني الساعه 4:30 الفجر، بعد الفجر على طول بتوقيت القاهره. اللقاء الثاني 2 الظهر، اللقاء الثالث دعاء الساعه 6 بعد الظهر. 3 مرات لايف بكره مع بعض. لكن اول ميعاد اللي هو 4:30 الفجر، بعد ما بخلص معاكم اللايف انا ما بنزلش، بفضل قاعد على الروف. ليه؟ مستني اشوف شمس عرفه. خير يوم طلعت فيه الشمس. انا النهارده احسن يوم الشمس هتطلع فيه في حياتي. يعني ايه؟ يعني ايه من الاخر؟ لو تعرف ربنا محضر لك ايه بكره. اللي محضره لك بكره ربنا فوق قدرتك على التخيل. بكره هيحطك في حته جديده، يلا هوديك في الحته دي. كل المطلوب تعبده بكره بتذلل بين يديه. كل المطلوب انا جاي لك يا رب بمنتهى الخضوع، منتهى التسليم، منتهى التذلل بين يديك. رجيك وجدك عابدا متذللا بين يديه. مبروك عليكي، مبروك علي ايه؟ انتظر العطاء الذي لن تتخيله. خير يوم طلعت فيه الشمس. تتفرج على الشمس هي كده وهي طالعه، يا ترى محضر لك ايه ربنا بكره؟ ها نقرا الاسامي كده. يا ترى يا عمر محضر لك ربنا ايه بكره؟ يا ترى يا احمد، يا ترى يا اماني، انا بقرا اسامي من الناس اللي بتبعت لي، يا ترى على الانستجرام، يا ترى يا جماعه محضر لكم ايه؟ بجد والله تفتكروا محضر لكم ايه؟ ده غير دعائكم. لا 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 لا، انتوا مش فاهمين، دعائكم ده لسه هيعطيكوا الدعاء، لكن محضر لكم ايه من امنياتكم؟ نفسك في ايه؟ الله يا رب. الله، لا ده انا هديكي فوق اللي نفسك فيه. يا جماعه اللي قدامكم ده ما كانش يحلم ان هو يكون داعيه اسلامي، انما ده كان عطاء بدعاء يوم عرفه. بس انا ما حددتش الدعوه، قلت له يا رب احيي بي سنه النبي وبلغ صوتي للافاق. ما كنتش عارف دي تحصل ازاي، بس اهي دعوه. لكن اللي حضره لي من خير يوم عرفه، دعيت دعوة تانية يا رب خلف وارزقني الذرية الصالحة، كان بقالي 10 سنين ما بخلفش، رزقني عليه، ده اللي أنا طلبته. ففي حاجات انت طالبها وفي حاجات انت ما طلبتهاش. فانا طلبت فاداني علي ابني، واللي ما طلبتوش اداني هو من فضله. عشان كده نزلت الآية دي يوم عرفة. الآية بتقول ايه؟ واسألوا الله من فضله. مش اسألوا الله طلباتكم، اديني انت. اديني من فضلك يا رب، انت يا رب، انا عايز اللي انت تديهولي. يا سلام على الفكرة دي. يعني بيعمل معاك حاجتين، انت امنياتك ايه؟ طب وانا محضر لك خير ايه؟ ده كل ده الحديث الاولاني. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفه. هتبقى عامل ازاي؟ متذلل لله، متذلل لله، خاضع بين يدي الله، عابد بين يدي الله، ويعطيك من فضله. ده الدعاء، ده الحديث الاولاني. الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار يوم عرفه.
أكتر يوم تكتب فيها أسماء لن يدخل النار، يوم عرفة. إيه ده؟ هي مش ليلة القدر أكثر يوم تعتق فيه من الرقاب من النار؟ لا، يوم عرفة، لأن ليلة القدر مخبأة، لكن يوم عرفة معلن، بكرة عرفة، فاضل 5 ساعات. ليلة القدر في ناس كتير ما مش عارفاها، يا ترى جبناها ولا لا، لكن بكرة عرفة بعد 5 ساعات من الآن احنا هنكون موجودين يوم عرفة. الله، يبقى هتعمل ايه؟ يبقى انت المفروض احساسك يكون ايه؟ انا ممكن بكرة اعتق من النار، يعني بكرة في سجلات للملائكة من بعد صلاة الفجر لغاية المغرب، اكتبوا فلان، اكتبوا فلان، يا ترى مين هيلحق قبل المغرب؟ ما كانش موجود، موجود بس بدأ يعبدني قوي من بعد العصر، اكتبوا فلانة، اكتبوا فلانة، اكتبوا فلان. اللهم، دي دعوة أساسية بكرة يا جماعة، اللهم اعتقنا من النار، ليكي وأبوكي وأمك وأهلك وأصحابك، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. تكتب أسماء عتقاء، يعني في أسماء في صحائف الملائكة تمحى، لن يدخل النار، ده من أهل الجنة. طب افرض غلطت بعد يوم عرفة، ما كلنا هنغلط، ما احنا بشر، بس تغلط بعد عرفة، لكن لأنه أعتقك يوم عرفة تغلط، لكن يفضل خير غلب شرك، وطاعتك غلب معصيتك، يوفقك لصحبة صالحة، يمن على قلبك ويبعد عنك صحبة سيئة، يتوب عليك من ذنب، يوفقك لعمل خير، يشغلك عنده ببركة يوم عرفة. لو أعتق، يا نهار أبيض، يعني أنا من أهل الجنة يعني أنا ممكن بكرة أكون من أهل الجنة؟ فاضل 6 ساعات. يعني انا بكره هكون من اللي ممكن بكره تتكتب اساميه؟ طبعا، اكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار يوم عرفه. يا رب يا رب، هموت نفسي دعاء يا رب اعتقني من النار. طبعا تعملوا كده، دي اول دعوه بكره، اعتقني من النار، انا واهلي مش لوحدك. يبقى اول دعاء، اول حاجه في يوم عرفه، اكتبوا معايا يا جماعه احاديث النبي الخمسه، البشريات الخمسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 1، خير يوم طلعت فيه الشمس، يا ترى محضر لك ربنا ايه بكره؟ 2، اكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار يوم عرفه. تخيل بكره قبل المغرب الملائكه بتكتب اسمك بحروف من نور على باب الجنه، على باب القصر بتاعك في الجنه. يا بس مجرد انك تتخيلي دي، حذف اسمك لن يدخل النار، وبانه لن يدخل النار فهو من اهل الجنه، وبيتكتب اسمك على باب الجنه، فلان فلان. بكره السجلات بتتكتب يا جماعه، انا وانتو، يبقى تدعي بالعتق من النار، ويا رب اكتبني من اهل الفردوس الاعلى. دعوتين اساسيتين بكره. ثالث بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم من البشريات الخمسه. البشرى الثالثه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، اكثر دعاء بيستجاب يوم عرفه. ما فيش دعاء يستجاب زيه يوم عرفه. والله يا جماعة لازم يكونوا عندكم يقين شديد أن دعائك بكرة مستجاب مستجاب، لو القلب حاضر الدعاء غدا مستجاب مستجاب. هذا دعاء يوم عرفة، أنت بتهزر؟ مش أطلق لسانك بالدعاء، مش ألهمك أنك تقول وقلبك حاضر، انتهى الموضوع، مبروك، لازم تستبشر وتسجد لربنا شكر ساعة المغرب. فكرة حلوة أنك تسجد لربنا شكر ساعة المغرب، إن شاء الله يكون أعتقني من النار، لأن هو يعني أكتر يوم تعتق فيه الرقاب، وإن شاء الله حضر لي حاجات حلوة كتير، لأن خير يوم طلعت فيه الشمس، وإن شاء الله استجاب دعائي. 3 أحاديث رائعة، 3 بشريات رائعة بكرة يا جماعة، يلا يا جماعة يلا، إقبال على الله رهيب. 1، خير يوم طلعت فيه الشمس، أنا بحفظكم الأحاديث. 2، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. 3، أكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار يوم عرفة. الحديث الرابع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عرفة فإن الله يباهي بعباده الملائكة، يقول: انظروا يا ملائكتي، تركوا الدنيا من أجلي، أشهدكم أني قد غفرت له. تخيل، بصوا على فلانة، بصوا تائبة لي إزاي، بصوا على الولد الفلاني، شايفين دموعه يا ملائكتي؟ يباهي بنا الملائكة، يعني يذكرني باسمي. أنا؟ شايفين فلان؟ بصوا فلان، بصوا ساجد بين يدي ازاي؟ بصوا بيتوسل إلي ازاي؟ بصوا متذلل بين يدي ازاي؟ طب هو ليه ربنا بيباهي بنا الملائكة؟ أصل ده رد على سؤال قديم سألته الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. اللي هو إيه يا رب؟ هم دول أهم، صحيح فيهم مفسدين وفيهم بيسفكوا الدماء، بس دول الخلاصة اللي بيعبدوني، دول عبادي، دول النقاوة، دول الخير كله. شايفين يا ملائكتي؟ أهو ده الرد على سؤالكم، أنا خلقت بقى كل دول عشان الشوية دول. الله، أهو ده تكريم رهيب أن يباهي بك الملائكة واسمك يذكر في السماء غدا. ده الحديث الرابع. الحديث الخامس والأخير: لا يرى الشيطان في يوم أخزى ولا أذل ولا أحقر منه يوم عرفة، يحفو التراب على رأسه، يقول: أفسدتهم في سنين ويغفر لهم في يوم. يعني أنا بوظهم في سنين ويغفر لهم في يوم. 5 بشريات،
خمس أحاديث رائعة. الله يا رب. لما سيدنا عمر بن الخطاب سمع النبي بيقول هذه الأحاديث بكى وقال: كثر خير ربنا وفاض. يا رب خيرك مغرقنا يا رب، ده مش كتير وبس، ده فاض علينا، فاض علينا، مغرقنا خيرك يا رب. لازم تسجدي لربنا بكرة شكرا أنه هو أحضرك يوم عرفة. دول الخمسة يا جماعة، جاهزين يا جماعة؟ واخدين نية كبيرة؟ يلا توكلنا على الله. خلي بالكم يا جماعة، الليلة دي مهمة قوي، الليلة دي ليلة التجهيز. يعني ايه ليلة التجهيز؟ الليلة دي انا 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 بجهز نفسي لبكرة. الليلة دي مش لعب يا جماعة. لما يجي بكرة انا دخلت عرفة؟ لا ابدا. الليلة دي ليلة انك تقعد مع نفسك تعاهد ربنا على بكرة. الليلة دي ليلة توبة، نتوب الان يا جماعة. انا تائب اليك يا رب، يا رب انا تائب اليك. عيب قوي والله، مش رجولة انه يبقى هيعمل معاك كل ده بكرة. خمس حاجات عظيمة رائعة وانت انا داخل اخد الجوائز وراجع عاصي زي ما انا. دي مش رجولة، دي مش جدعانة، دي ده واحد عيل. اوعى تعمل كده. الليلة دي ليلة التوبة، انا تائب يا رب، انا تائب قدام كرمك الرهيب يا رب، انا تائب يا رب، استغفرك واتوب اليك. ليه ما يكونش عندنا النهارده ورد استغفار؟ نمسك السبحة 100 مرة ولا 200 مرة، استغفر الله، وكأنك بتعد ذنوب الماضي وبتمسحها واحد واحد، وكأن انت متأكد ان ربنا يغفرها الآن، فتدخل بكرة ربنا فاتح عليك وتبقى من العتقاء بكرة لأنك تبت الليلة دي. دي المعاني الكبيرة اللي انا كنت عايز اقولها لكم الليلة دي. ايه برنامجنا بكرة؟ برنامجنا بكرة هنقوله بعد الفجر، لأن احنا عندنا بكرة ثلاث لقاءات. 4:30 الفجر نتفق على البرنامج العبادي ليوم عرفة. انا مستنيك 4:30 الفجر، اوعى تفوتك صلاة الفجر بكرة. ولازم استناكم نتقابل في لايف بكرة عشان نتفق هنعمل ايه في اليوم وايه الجدول العبادي بتاع اليوم بكرة. هنعمل ايه؟ 1 2 3 4 نتفق. وبعدين هنتقابل الساعة 2:30 الظهر، الساعة 2 الظهر انا اسف، 4:30 الفجر وبعدين 2 الظهر، نحضر كده ونتفاعل روحيا ليوم، عايشين مع بعض خطوة بخطوة بكرة انا وانتوا ان شاء الله. وبعدين الساعة 6 بس ندعي، ندعي بتوسل الى الله، لان كل ما المغرب يقرب موت نفسك دعاء. خلاص هتغرب شمس عرفة، اللحظات الاخيرة، الفرصة الاخيرة. انت عندك بكرة فرصة ذهبية والله، بكرة يوم تحديد مصيرك دنيا واخرة، تتكتب من اهل الجنة وتتعتق من النار وتفوز الفوز العظيم، ويستجاب دعائك ويديك من فضله، يوديك في حتة ما كنت تحلم بيها. انا ما كنت احلم ان انا اكون داعية اسلامي يوم عرفة. توكلنا على الله، واخدني. طب ايه اكتر دعاء اقوله النهاردة؟ اللهم اعني غدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني غدا على ذكرك وشكرك اعني يا رب. اصل مش بشطرتنا والله، ما بشطرتنا بكرة، ده اذن والله يوم عرفة، اذن رباني. اذنت لك في الدعاء فتلاقي لسانك بيجري وقلبك خاشع ودموعك نازله وعابد. طب اذا ما اذن ليش هفضل اعبده لغايه المغرب؟ اصل انا مش حاسس بحاجه، انا مكمل مع ربنا، خليك راجل بكره. اصل انا كنت نفسي ان انا ابقى خاشع ما حصلش، فانا خلاص مزاجي وحش. تفضل على بابه لعل قبل المغرب بدقيقه يفتح عليك فيستجاب دعائك. انا كنت بشوفها في الحج، تفضل الناس مش حاسه بحاجه، وبعد العصر، عشان كده احنا هندعي الساعه 6، وبعد العصر تلاقي القلوب انطلقت والدموع، وتبقى مش عارف كلمة يا رب جاية من انهي حتة من حواليك. والله وكأنه إذن رباني، أذنت لكم يا عبادي الآن في الدعاء، مش بشطرتكم. هو ده معنى الفتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، لولا الإعانة ما نعرفش نعبدك. بكرة يتجلى المعنى ده، ولذلك أهم دعاء النهاردة وبكرة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طب أعمل إيه لليلة دي؟ أقعد في أوضة لوحدك دلوقتي وجهز نفسك، عاهد ربنا، توب إلى الله، انوي بكرة، جهز دعواتك لبكرة، عاهد ربنا هتبقى إزاي بعد اليوم العظيم دون بكرة. شيء من شيء بينك وبين ربنا في إحساس، في تجهيز. عشان كده النبي كان بيروح منى يستعد فيها اليوم عرفة، عشان منى فاضية، جو هادئ. خشي أوضتك النهاردة، صلي ركعتين وادعي وجهزي دعواتك ومرني نفسك على دعوات بكرة. أيوة اقعدي قولي انت هتدعي بإيه بكرة عشان يحفظها عقلك الباطن، وادعي بها من قلبك وقولي له أعني وتذللي. يبدأ حالة عيشي فكرة التذلل بين يدي الله. كلنا موجوعين وكلنا مكسورين وكلنا عندنا أماني. حرك أمنية جبر الخاطر جواك، أعني بكرة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده إحساسنا النهاردة. إيه أكتر حاجة تحصل في قلبي النهاردة؟ توبة وتذلل. إيه أكتر حاجة تحصل في قلبي بكرة؟ متذلل بين يدي الله. إيه أكتر طلب بطلبه لليلة دي؟ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هعمل إيه؟ أنا بحفظك أهو. هعمل إيه بعد القعدة دي؟ هقعد مع نفسي في أوضة لوحدي، أصلي ركعتين وأدعي وأستغفر ربنا عشان أبدأ بالتوبة وأعاهد ربنا. أنا هكمل معاه إزاي؟ أنا هحافظ على صلاتي، أنا هسيب الذنب الفلاني، أعهدك إن أنا أشتغل عندك.
كلم ربنا، استعد البكرة، بكرة حالتي ايه؟ منتهى التذلل بين يدي الله، منتهى الخضوع بين يدي الله، عابد، ده يوم عبادة، خلوة مع الله. ايه بقى تفصيل البرنامج العبادي؟ هنقوله بكرة ان شاء الله. بس انت بكرة مع ربنا، لا سوشيال ميديا ولا بس تحضر اللقاءات اللي احنا او الحاجات اللي تزود روحك، يعني ما اقصدش لقاءاتي انا بالذات، لكن انا معايش مع الله. عشان كده انا طالع معاكم ثلاث مرات بكرة، لكن مش واتساب بقى وعمال اتفرج على افلام. لا، ما تعملش كده. بكرة خليك مع الله، ما تغامرش في الفرصة الواحدة دي، فرصة عمرك. بكرة يوم تحديد مصيرك. الخمس الاحاديث اللي انا قلتهم يا ريت تكتبهم عندك وتبقى حاططهم قدامك النهارده وبكره. اسمع الفيديو تاني وطلع خمس بشريات نبويه في يوم عرفه. يا رب اكون فدتكم، والله انا بعمل معاكم اللقاءات دي ونيتي ان انا افدكم بقدر ما اوتيت من قوه. يلا ندعي في الختام استعدادا لبكره. يا رب بهذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، نتوسل اليك في هذه الليله وانت اكرم الاكرمين. يا رب، يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء. الحمد لله، الحمد لله ان انت اشهدتنا هذه الليله وهذا اليوم. اللهم لك الحمد، كثر خيرك يا ربنا وفاض، اكرمتنا، غرقتنا بنعمتك، بنحمدك بكل ذره في كياننا. يا رب اشهدنا غدا عرفه. يا رب افتح بكره على قلوبنا فتح كبير يا رب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا إليك يا رب، تبنا إليك يا رب، اقبل توبتنا، اقبل توبتنا، تب علينا يا رب، تب علينا يا رب، تبنا إليك يا رب، اقبلنا بكرة. اللهم اعتقنا غدا من النار يا رب، اعتقنا غدا من النار يا رب، وولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأهالينا وأحبابنا وأصحابنا، اللهم اعتقنا كلنا غدا من النار يا رب. اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب. افتح لينا بكره فتح كبير يا رب، اجعله يوم فتح كبير يا رب. اطلق ألسنتنا بالدعاء، حقق لنا ما نتمنى، نسألك من فضلك، نسألك من فضلك، اعطينا من فضلك. اللهم لا ترد لنا دعوة غدا، اجب دعائنا، اجب دعائنا، اجب دعائنا، حرك قلوبنا بحبك، اذقنا حلاوة القرب منك يا رب. اكتبنا بكره من احب عبادك اليك، املأ قلوبنا بحبك بكره. اللهم اعنا غدا وافتح علينا، اللهم لا ترد لنا دعوة، اشفي مرضانا، اهدي ولادنا، اكرمنا، انصرنا يا رب. فتح كبير بكرة يا رب، عتق من النار بكرة يا رب، كرم كبير من عندك بكرة، نتوسل اليك، اجعله يوم فتح عظيم في حياتنا، يغير حياتنا كلها يا مجيب الدعاء. يا رب لا تغرب شمس عرفة غدا الا وانت راضي عننا واعتقتنا من النار وحققت املنا واستجبت دعائنا. يا رب استجب يا رب، أشهدنا عرفة غدا وأنت راض عنا يا رب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكرة إن شاء الله ثلاث مواعيد، 4:30 الفجر نقول الجدول برنامج عبادي ونستقبل شمس عرفة مع بعض، 2 الظهر نقوي قلوبنا في يوم عرفة، 6 بالليل ندعي مع بعض بتوقيت القاهرة. الله يفتح علي وعليكم، بالله عليكم ادعوا لي معاكم الليلة دي وبكرة، ادعوا لي يفتح علي في مشروع الإحسان فتح كبير، ادعوا لي بالرزق الواسع، ادعوا لي يبارك في ولادي ويشفينا ويشفي مرضانا يا رب. وانا هدعي لكم ان شاء الله وبدعي معاكم باذن الله. الله يتقبل مني ومنكم ويفتح علينا بكره فتح كبير. جهزوا نفوسكم، ادخلوا اوضكم دلوقتي، صلوا ركعتين وتوبوا الى الله واستعدوا لبكره واطلبوا الاعانه من الله. الله يتقبل منا جميعا، اشوفكم على خير بكره، والسلام ورحمه الله يا جماعه.